يا بن طوار المجد يبغى رياجيل، وانتو هلا الامجاد في كل ديره، روس النشامى والرجال الحلاحيل، اهل الوجيه الطيبه والسفيره، لطم البيارق عادت للمشاكل، وابن طوار جام يزهاه غيره، تواري يمره بشرب الفناجيل، سوى عليهم حلقة مستدير. تصدر السيد عبد الله بن احمد بن طوار الكواري من دولة قطر الشقيقة السباق بعد أن شارك بنخبة مميزة من المطايا وفي كافة الأشواط، وحقق المركز الأول بمجموع نقاط 584 نقطة ليفوز ببيرق المحليات وجائزة مالية 3 ملايين درهم. نشتري نبغى النواح ميسوي الشري شرح قبل الالفة ما دروا به لحظة وعشت يا ابو احمد ونعم ذكرك لا طرى خير من مثل قبيلة ودولتنا قطر خير من مثل قبيلة ودولتنا قطر شطها رايح فيها فما خذت من الأول وجابت جلاله الخصم كبده بيض يداويها الخصم كبده بيض يداويها يا ابو احمد خله راح في فاله كلمة اللي قالها الرجل يحميها عشم من ساق الملاعق ومناله في بكرم من حضر ما يخليها كاك عبد الله ويد راب محور والخصوم اللي تحدى بينهيها والخصوم اللي تحدى بينهيها يا سلام الله عليه وعلى قباله عادة تثبت ولا هو مخليها الكرم والطيب والفوز مواله كلمة اللي قالها ما يثنيها كلمة اللي قالها ما يثنيها يا بن طوار المجد يبغى رياجيل وانتو هلا المجد في كل ديره
تعبنا له ونبغى ندره حنا تعبنا له ونبغى ندره نشتري نبغى النواح ميسوي شال إشارة حق قبل للألفة ما دروا به لحظة عشت يا أبو أحمد ونعم ذكرك لا طرى خير من مثل قبل هو دولتنا قطر خير من مثل قبل هو دولتنا قطر شوطها رايح فيها كم خذت من الأول وجابت جلاله والخصم كبده بيض طيد ويها الخصم كبده بيض طيد ويها يا أبو أحمد خلها يراح في فعله كلمة اللي قالها الرجل يحميها عاش من ساق الملاعين وماله في بكار من حضر ما يخليها جاك عبد الله وياد راب والخصوم اللي تحدى بينهيها والخصوم اللي تحدى بينهيها سلام الله عليه وعلى قباله عادة تثبت ولا هو مخليها الكرم والطيب والفوز مواله كلمة لا قالها ما يثنيها كلمة لا قالها ما يثنيها سلام يا بن طوار نسل القروم الوفية ما راح جهدك وسار عندك إرادة قوية حضرت خير البكار ورسمت خطة ذكية كواري الافتخار تميمي يا أهل الحمية تميمي يا أهل الحمية سلام يا بن طوار نسل القروم الوفية سلام يا بن طوار ما راح جدك وسار عندك إرادة قوية ما راح جهدك وسار سلام يا واللي معك في الضمار جهود
عندك.